كاين مشاريع ديال اف دي ار. اف دي ار وهو واحد التنميه، واحد صندوق التنميه القرويه اللي كيشرف عليه وزير الفلاحه، واللي تدار فيه واحد اللجنه وتتكب فيه كاع الفلوس كامله ديال الطاقه الداخليه، وهذا الشيء راه غادي واقع. حتى الجماعات اللي حنا تنطقسوهم ولا الجماعات ديال الاقليم، راه كل واحد تيمشيو على حساب الاولويات وعلى حساب الخصائص اللي كاين في كل جماعه. والحمد لله غادي الامور مزيانه في القضيه الاف دي ار، انا غادي نواكب معاه في القطاع ديال الكهرباء الجماعات، حتى هي من بين البرنامج اللي وعدت به انا الساكن، وعدت به الدائره الانتخابيه، لان عندنا جماعات بن منصور، جماعات المناصره، جماعات محمد بن منصور، وواحد العدد بحال الحداده بحال هذا، عندهم هذا المشكل ديال قطاع الكهرباء بواحد السبب ديالو كان بانه تيحسبوه سبب ديال المواطنين، ولكن نهار اللي دار البرك، البرك وهو التنميه ديال هذا، دار على السكن، دار على السكن، ولكن الان ولينا تنستغلوه في السكن، وتنستغلوه في الفلاحه، وتنستغلوه في مسائل اخرى، السدود. قبل كان عندنا السكن وما بقاش كافي. هذا اللقاء ديال النائب البرلماني اللي درته قبل مع الجماعات الترابيه، للجماعه ديال بن منصور، من المكران، ولايه السلامه، المناصره، والهزيه، كلهم درت معهم لقاءات تواصليه مع الرئيس ومع مع مع, مع الاعضاء، منهم لقاء تواصلي مع الدائره ولا مع البلديه ديال قنيطره، مع كانوا نواب ديال المجلس، وكان الرئيس غيكون الا وكان اعتذر، عنده واحد الطارئ. واليوم جلسنا مع اللائحه اللي كانت عندنا ديال 61 ديال التجمع الوطني الاحرار المحلي. هاد الناس بيان سور مي كانوا في الانتخابات، كانوا خرجوا عند الناس ووعدوهم وشافوا المشاكل ديالهم والهموم ديالهم. جلست معاهم باش ناخذوا باش نكونوا واحد التنسيقيه محليه، ونكونوا لجان في كل قطاع معين اللي هما اللي غادي يجيبوا لي الهموم والمشاكل. لكل مره غنديروا واحد اليوم خاص لمدينه القنيطره باش نستقبلوا فيه الناس ونستقبلوا فيه كاع الهموم ديالنا. هذا هو المغزى من اللقاء، باش نواكبوا الاعمال والمشاكل ديال المواطنين كما حنا وعدناهم في الحمله الانتخابيه. وعندنا برنامج محلي اللي كنا قلناه نيت في 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 في, 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 في الحمله الانتخابيه. راه حنا جينا اليوم باش نقول لهم مرحبا، ومرحبا بالقنيطريين، ومرحبا باي قطاع اللي نجلس معاه ونواكب معاه المشاكل ديالو. اذا سي برقيه، الا كان مواطن يعني القنيطري محتاج انه يشرح لك واحد الوضع عنده، فين مثلا يقدر يجي لعندك؟ لا، حنا اليوم اتفقنا باش غنديروا هذا المقر، هو اللي غنديروه في يوم خاص لاستقبال ديال المواطنين هنا. نفس المقر ديال التجمع الوطني الاحرار. المقر ديال التجمع الوطني الاحرار، هذا هو اللقاء اللي خرجنا به باش نديروا واحد اللقاء خاص كل نهار، يعني غناخذوا يوم في الاسبوع اللي غادي نبداو نستقبلوا فيه المواطنين. اذا رسالتك للساكنه لمدينه قنيطره؟ الرساله لمدينه قنيطره، اولا تنشكرهم اللي وضعوا فينا الثقه، وتنشكرهم اللي وضعوا الثقه في الرئيس البلديه، وصراحه هذه الثقه هذه ان شاء الله غادي تكون، يعني غادي نشتغلوا باش نرجعوا الكرامه لمدينه القنيطره، نرجعوا الهيبه لمدينه القنيطره، لان صراحه واحد الوقت تحس بان القنيطري مقارنه مع المدن المجاوره تحس بواحد النقص. حنا جينا اليوم باش نقول لهم حنا موجودين، مدينه القنيطره تستاهل احسن، وهذا هو الشعار اللي كان عندنا، وجايين باش نرجعوا بصح النيت تستاهل احسن، ونواكبوا معاهم المشاكل ديالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بسطة محمد عن حزب التجمع الوطني الأحرار. كان عندنا لقاء تواصلي مع السيد النائب المحترم السيد حاتم برقية، اللي حقيقة الاجتماع ديالنا مع السيد حاتم والتواصل ديالنا معه وصلنا لواحد الاتفاق، حقيقة واتفاق إيجابي فيما يخص العمل والاشتغال داخل مدينة القنيطرة، وهذا هو الهدف ديال الاستراتيجيه اللي كانت عندنا وكنا تنسطروا مستقبلا في الحمله الانتخابيه ديالنا. فالتواصل ديالنا اللي كان والخطاب ديالنا اللي كان موجه لكل الدوائر بالمجموعه ديالنا اللي كانت منضويه تحت اللواء ديال واحد الحزب اللي هو التجمع الوطني الاحرار، اللي كانت كتشكل العدد ديالها 61، اللي الحمد لله فاز بالاغلبيه سواء على المستوى المحلي وعلى المستوى الصعيد الوطني ولا على المجموعه ديال يعني النتاج اللي كان في الحقيقه نتاج كبير اللي خلى ان الروح العمل انه تزيد تواصل وما يكونش عندها واحد يعني واحد المد قصير. والحمد لله بالاجتماع ديالنا معاه طرقنا لواحد المجموعه ديال النقاط اللي غتكون ان شاء الله مستره مستقبلا، اللي غيشتغل عليها السيد النائب البرلماني، واللي سبق قبل
كان عندنا لقاء مع السيد رئيس المجلس البلدي اللي هو في حقيقة هو نتاج كبير بالنسبة لنا كلائحة ترشحات في الانتخابات الجماعية ديال مدينة القنيطرة. فما ننساش من هذا المنبر اللي أنا كنتواجد فيه الحمد لله هو أنني نرفع الشكر ديالي للصحافة اللي في حقيقة لها الدعم الكبير واللي في حقيقة اللي كتوصل للرسالة ديال كل واحد داخل هذه المدينة هذه. فكنعاود من هنا نقول شكرا، شكرا لكم بزاف، والفضل دائما تيرجع لكم لأنه في الحقيقة التواصل ديالكم هو اللي ولا أقرب للمواطن أكثر من رجل داخل المجلس البلدي. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا أخبار الفجر اللي كتواكب جميع المحطات محلية وحاضرة بقوة، ودائما كنلقاوها في جنبنا محليا، وكنشكروها اللي كتحضر معنا بين الحينة والأخرى في الحزب التجمع الوطني الأحرار، وكذلك كنشكروا جميع الصحافة المحلية. اليوم اللقاء ديالنا اللي كان مع السيد النائب البرلماني حول مجموعة من المشاكل اللي هي محلية أو الدائرة النيابية ديال السيد النائب البرلماني المحترم بن برقية حاتم. من ضمن النقاط اللي درجنا معاه وهو المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة اللي توقعت بين أنظار صاحب جلالة نصره الله في 2015-2020، بعد المشاريع اللي تنجزات وبعد المشاريع اللي تعطرات، منها المركب الجهوي للصحة والمركب الثقافي، وكذلك ناقشنا مع المشكل ديال القنطرة ديال وليد برجال، وكذلك ناقشنا مع عين سبع المخاليف، وكذلك ناقشنا معه الدواليب الحزبية، لأن السيد أخنوش كيحث على جميع الدواليب الحزبية خصها تتفعل باش تسوق المعلومات والإنجازات ديال الحكومة وديال الجماعات. وكذلك احنا فرحانين ومسرورين واحتفلنا معه اليوم بالنجاح ديالو، بالنجاح ديال الكاتب الإقليمي، وبالنجاح ديال رئيس المجلس ديال جامعة مدينة القنيطرة، وكذلك الفوز ديال الحزب المرتبة الأولى والإنجازات اللي كيقوم بها السي أخنوش على المستوى الوطني. وكذلك ناقشنا مع المشاكل ديال التعليم والصحة والمركبات الثقافية، وكذلك ناقشنا معه المشاكل اللي كاينه في النواحي، من ضمنها التيارات الكهربائيه اللي كتقطع بين الحينات والاخرى في بعض الجامعات، وكذلك الجامعات اللي في النواحي اللي في الكاتريا ماني ما كيديروش فين يقراو، كيجيو حتى للمدينه كيخاف على ولدو كيخاف على بنتو حيت ما تكونش ثانويات واعداديات في النواحي. سي ايوب عفوا اسمح لي غادي نقاطعك، تكلمتي في اخر ديال اللقاء تكلمتي على المدينه الغارقه، كنت شي لحتي واحد التدخل بان المجلس البلدي ما دار حتى شي تدخل في هذا؟ لا، هو ماشي ما درش حتى شي تدخل. بالنسبه للاخوان ديالنا اللي كاينين في الاغلبيه راه هما صوروا وحضروا بقوه داخل المدينه باش يرفعوا تقارير للسيد الرئيس. تحيه لجميع الناس ديال اللي كتواكب السيروره ديال حزب التجمع الوطني الاحرار، معكم المحجوب بحفيظ مرشح الحزب التجمع الوطني الاحرار. اليوم كان اللقاء ديالنا مع السي حاتم بن رقية في النائب البرلماني عن دائره مدينه القنيطره في اطار التواصل اللي كيجي باش اننا نواكبوا القضايا الكبرى اللي كتهم الساكنه في مدينه القنيطره والبرنامج الحكومي اللي جاب به. اليوم كانت من ضمن الاولويات انه توضيح جعل على لسان السي حاتم بن رقية ان اول ملف اللي غنبداو به دابا المساعده الاجتماعيه. هذه المساعدة الاجتماعية اللي كانت من ضمن الأولويات وكانت من ضمن البرنامج ديال السي عز خنوش الأمين العام ديال الحزب. واليوم كذلك طرحنا عليه بزاف ديال التساؤلات كتعلق بالإكراهات اللي كتعيشها مدينة القنيطرة فيما يتعلق بالمستشفى الجامعي مدينة القنيطرة والمركب الثقافي مدينة القنيطرة، قنطرة واد سبو، وإعادة هيكلة الساكنة ديال المخاليف عين سبع وبالرامي. فلهذا اليوم كان التجاوب ديالو واقترح جعل اللسان ديالو اننا نقترحوا نديروا لجان كتعلق بكل شق من ديال المشاكل باش اننا نعالجوها ونواكبوها ونزلوا الميدان لمعالجه هاد المشاكل والتواصل مع الساكنين. فلهذا اليوم كان هذا اللقاء هذا اللي هو الحمد لله جا مثمر،
واننا غنبقاو نلتقي كلها على راس كل اسبوع باش اننا ندرسوا كل ملف على حده ونحاولوا اننا نوصلوا الصوت ديال السكينه والمواطنين الصوت ديالهم الى قبه البرلمان اللي هي مثلا اما اللي غتناقش على الصعيد البرلمان او اللي غتناقش على الصعيد الوزاري او اللي غتناقش على الصعيد المحلي. فلهذا كان اليوم هذا اللقاء هذا الحمد لله ومع بحضور بعض اعضاء المجلس الجامعي بديل القدره والنواب السيد الرئيس باش اننا ناقشنا حتى المشاكل اللي كتعلق برئيس المجلس البلدي والمشاكل اللي كتعلق بالنائب البرلماني. وباقي عندنا لقاء اخر ان شاء الله بحول الله مع المنسق الجهوي السيد جواد غريب. وشكرا.